هؤلاء الفتيات الصغيرات متحمسات للباليه. إنهن يعيشن في سانداي، وهي مدينة تقع في شمال شرق اليابان، وقد تأثرت كثيرا بزلزال 11 من مارس. وجراء هذه الكارثة ذهبت نجمات أوبرا باريس للباليه في جولة للقاء الأطفال الذين شهدوا على هذه الكارثة. لقد تأثرنا بالفعل بما حدث في اليابان، فهناك العديد من اليابانيين الذين يسافرون إلى فرنسا خصيصا لمشاهدة عرضنا. إنهم يعشقون الباليه. لدي أصدقاء يابانيون في فرنسا، حيث كانت عائلاتهم متواجدة في اليابان وقت الحادثة، فعايشنا آلامهم أيضا. الفتيات يصغين بكل تركيز لإرشادات المدربات من اليوم الأول، أما لغة الجسد فلا تحتاج إلى ترجمة. استطعت اليوم أن أؤدي حركات أساسية كحني الكتفين. كي أصبح راقصة محترفة يجب أن أكون دقيقة وواثقة من نفسي. هذه الدروس هي بمثابة حلم لهؤلاء الراقصين والراقصات. أما بالنسبة للمدربين فهم لا يشعرون بالأسف مطلقا لمجيئهم. إنهم يتعلمون بسرعة، فهم سعداء للغاية لكوننا هنا. أعتقد أننا نتقاسم لحظة فنية، لحظة التعليم. والسحر لا يتوقف هنا، فبعض الفتيات سيكن محظوظات بالذهاب إلى طوكيو للمشاركة بعرض أوبرا باريس الحب من باريس.